زي اليوم من دول اتولد في الدنيا دي بنت وولد، كانوا لنا طوق النجاة وغيروا شكل الحياة. اللي كان للدنيا دي حلم، واللي كان ليها فيلم، واللي كان لينا نجم وفنه بنستناه. اسأل تاريخنا تلاقي من العصر اللي اسمه الدائي، واسمهم اللي باقي نور يديكم الحياة في ميلاد نجم. 18 أكتوبر هو تاريخ ميلاد الفنانة المميزة حورية فرغلي. بدأت حياتها الفنية بالصدفة من خلال فيلم كلمني شكراً، وبعدها قررت تدرس التمثيل وقدرت تقدم شخصيات مختلفة أثبتت من خلالها موهبتها الفنية. فقدمت في السينما أفلام منها فيلم كف القمر والقشاش وقلب الأسد، وفي التلفزيون قدمت مسلسلات منها مسلسل الشوارع الخلفية وبدون ذكر أسماء، وما نقدرش ننسى البطولة والدور المميز من خلال مسلسل ساحرة الجنوب. وبكده خلصت حلقتنا من ميلاد نجم. بنقول لنجمتنا كل سنة وهي طيبة. استنونا بكرة في حلقة جديدة. ميلاد نجم.